شرع سلاح البحرية الأمريكي في تنفيذ خطة على المستوى الاستراتيجي، تقضي هذه الخطة بشراء حاملتي طائرات نوويتين جديدتين. يندرج إعلان البحرية الأمريكي شراء هاتين الحاملتين في سياق مخاوف الولايات المتحدة من مخاطر سباق التسلح الذي دأبت عليه كل من الصين وروسيا في الأعوام العشر الماضية، لا سيما في مجال تطوير حاملات طائرات نووية قد تغير مسارات الحروب في المستقبل. وفقا لمعطيات البنتاغون، فإن حاملتي الطائرات الجديدتين هما من الجيل الحديث والذي دخل الخدمة في العام 2017. هذا النوع من الحاملات يبحر بسرعة عالية تصل إلى 60 كيلومتر في الساعة الواحدة، ولديها قدرة استيعاب عالية، قدرة استيعاب كل حاملة طائرات يصل إلى أكثر من 75 مقاتلة حربية. وبالحديث عن المقاتلات الأمريكية، هنا نشير إلى المقاتلة F-35 المتطورة والتي تملك قدرة كبيرة على المناورة، وهي قادرة على التخفي ويمكن استخدامها في كل من الجيش والمشاة والبحرية والجو على حد سواء. طاقم كل حامل الطائرات يبلغ 2600 بحار، وهم جزء من القوات البحرية الأمريكية والذي يفوق 300,000 عنصر، وقد يكون من قوات النخبة المعروفة بالنيفي سيل. من بين 2600 بحار على كل حامل الطائرات يوجد أكثر من 500 ضابط يعمل على متنها. أما التكلفة فتبلغ كلفة بناء حاملتي الطائرات النوويتين الجديدتين 24 مليار دولار أمريكي. أما فيما يتعلق بالتسليم، فمتى ستكون جاهزة هذه الحاملات؟ ينتهي تسليم الحاملة الأولى قبل عام 2028، بينما ينتهي تسليم الحاملة الثانية قبل سنة 2032.